تربعت على عرش اللغات، ولم تستطع أي لغة أخرى أن تضاهيها شرفاً، فهي قد حملت آخر الرسالات، وصفى الله سبحانه وتعالى خاتم أنبيائه من أهلها. هي هويتنا، وهي فخرنا، وهي لغة الكتاب الذي أنزل هدى للناس. لكنها الآن تدق ناقوس الخطر، إن لغة الضاد تستهدف. تراجعت اللغة العربية بسبب إنه الجيل هذا أنت بتعرف يعني كله بيتبع الموضة. الدولة هي مجموعة من فيها كثير أجانب وطاغية الإنجليزية على العربية بسبب التنويع الرائعة جدا للجنسيات المختلفة من دول مختلفة. لذا بادرت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا على مدار العام بإقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية والمسابقات المختصة باللغة العربية، إيمانا منها بعظمة هذه اللغة. كلمة سعادة الدكتور خالد إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، ويقرأها نيابة عنه السيد أحمد السيد نائب المدير العام. إننا في المؤسسة العامة للحي الثقافي ونحن نطلق هذه الفعاليات لنؤكد مجددا على دور كتارا في المحافظة على اللغة العربية وبذل كل الجهود لنشرها انسجاما مع رؤيتنا في الحي الثقافي للتأكيد على الهوية الثقافية العربية من خلال أنشطتنا وفعالياتنا المختلفة، ولن يتحقق ذلك من دون المحافظة على اللغة العربية والارتقاء بها. ومع أهداف المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا وتتويجا لجهود هذه المؤسسة في خدمة هذه اللغة والارتقاء بها، سنعلن انطلاق مجلة الضاد للغة العربية التي تعد خطوة لجذب أبنائنا للغتهم وتقديمها لهم بطريقة مبسطة. يسرنا أن نعلن اليوم عن انطلاق مسابقتين في مجال تعليم اللغة العربية، الأولى تختص بالقصص المصورة والثانية تختص بالشعر الغنائي تحت شعار نشر اللغة العربية مسؤوليتنا جميعا. سيكون عام 2015 حافلا بكثير من الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها سابقا. والآن أعزائنا الحضور، ندعوكم لمشاهدة مسرحية ملحمة الضاد. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وشكرا. لغتنا مهددة بالانقراض وهو تمهيد لانقراضنا أو قرضنا، لا فرق. مثل الأظافر عندما تطول تصبح عديمة الفائدة ولا بد من قرضها. قسم المعلم وفيه التبديل والقوم جلوس ساعة حفظ المعلم. ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم. ودعوا التفهم جانبا فالخير ألا تفهموا. تكره اللغة بسبب أنها لا تطور ولا تستطيع أن تطور عندك الجانب التكنولوجي ولا تتماشى معه. والله العظيم نسيت أم اللغات زينة الفكر ونبراس العقل وجمال الوصف. سلام على أم اللغات على المدى، سلام أخيذ بالجمال هيومي. أم لغات العالمين فصاحة وطيب مذاق واختلاف طعوم. لغتنا امرأة بجمال الودي وزينة الضوء، لونها الزاهي بألوان من الشمس مزقوه وأطفأ نورها. الكدمات علت وجهها ولمحت ملامحها. لم نستطع أن ندافع عنه لأن العقول سلبت وغادرتنا، وحين تغادر العقول موطنها يصبح الضياء طريقا بخارقته. أنا أخشى أن أستيقظ يوما فأجد الناس لا يتكلمون العربية، يتكلمون بالإشارة مثل سكان الكهوف. لغتي سلمت وصانك الرحمن، كالشمس أنت ونورك القرآن. نون ابنتي رمز العلوم.
أنت والدين الذي عرف الطريق بهذه الإنسان لنون بابا داد وقام القاهرة تراكونس وبصاصة معاه وفلسطين الحروب ضاعت وضاعت المدن ضاعت موطني موطني الجلال والجمال والجمال. الموضوع يتناول اللغة العربية وكيف احنا كعرب بلشنا ننسى هاي اللغة اللي هي ام اللغات الحية، فقدمنا عرض يخاطب الحس الوجداني للناس. هي ليس دعوة لمقاطعة الغرب، لا، الاجنبي اللي يجي ببلدك يجب ان تجبره ان يتعلم لغتك. اليوم حضرنا مسرحية جدا جميلة، ونتمنى إن شاء الله أن نحضر مسرحيات أخرى وأعمال فنية أخرى كعادة كتارة دائما، ونهنئ إدارة كتارة بصدور العدد الأول من مجلة الضاد، ونتمنى إن شاء الله أن يسعفنا المجال للمشاركة أيضا الفعالة في مثل هذه البرامج. أحب أن أشكر كتارة على بذلهم مجهودات كبيرة واتاح لنا الفرصة ان نشاهد هالمسرحية. استمتعنا كثيرا بهذه المسرحية، وحريص اني اكون كتارة فعاليات الاسبوعية. اللغة العربية مسؤولية الجميع، اعتقد هذا شعار يحتاج للتوقف كثيرا، وهو جهد تشكر عليه ادارة كتارة على ان تتاح الفرصة للاهتمام بلغة الضاد، باعتبار أن هذه اللغة تعاني ما تعاني الآن في ظل هذا يعني الهجمة الشرسة للتكنولوجيا والهجمة الشرسة للغات الأخرى المتداولة التي ربما أثرت كثيرا على خصوصية الإنسان العربي. أعتقد أن هذا البرنامج ربما سيؤسس بشكل جيد في ظل هذا التردي الكبير الحاصل في الوطن العربي من عدم اهتمام باللغة العربية إلى مجال أرحب وأوسع سيكون لكتارة الصدارة وقصب الصبق في أن تتبوأ موقعها الحقيقي في نشر ثقافة اللغة العربية باعتبارها لغتنا الأم التي نحتاجها كثيرا باعتبارها تؤصل شخصية الإنسان العربي.